نفذ اليوم أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية برحمات من معتمدية قبيلية الجنوبية وقفة احتجاجية من مقر المدرسة، وين قاموا زاد بقطع الطريق الجهوية الرابطة بين مدينتي قبيلية ودوز على خلفية إصابة عدد من أبنائهم بداء الكبد الفيروسي صنف A. نفذ اليوم الصباح أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية بالرحمات من معتمدية قبيلية الجنوبية وقفة احتجاجية أمام مقر المدرسة، وين قاموا زاد بقطع الطريق الجهوية الرابطة بين مدينتي قبيلية ودوز، وذلك على خلفية إصابة عدد من أبنائهم بداء الكبد الفيروسي صنف A على حد تعبيرهم. أولياء عملت اجتهادها بارك الله فيهم ويرحم والديهم، هم اللي عملوا الوقفة هذه، وتكلمنا الإذاعات الكل وشكرا لكم أنتم اللي جيتونا، وهذه حالة بنتي خاصة، نحب تتعالج بنتي، ما نحب حد شيء، نحب بنتي فورا تتعالج، والاولياء التلامذة مازالوا الاخرين حتى هم اولياء مش مسيبينهم الا باش يبدوا في المعالجه متاعتهم، واني نطلب حتى شيء الا علاج بنتي. كما قاموا بمنع ابنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسه مطالبين بتدخل عاجل من قبل سلطه الاشراف. انا ولدي خويا يجي 5 ايام خويا منعت من المدرسه، ما عادش فقط بيه بو اللي في التواليت حشاك بوله خايب صفار، وكله ولدي صفار، ولدي ما عادش ياكل لي. انا مرض ولدي من ديسمبر وهزيته وعالجته وصرت بيه حتى القابس، قال لي الطبيب عادي فيريس عادي معناها متاع زي بروده زاد عادي خو، ولات الحاله مش عاديه معناها كيف ولا معدي. هم توك رجع ولدي يقرا لو، وبعد ما بري الاخر زاد رجع زاد حتى تو زوز عندي مصابين وخايفه على دري الزوز الاخرين. عندي ولدي محمد والحاله الثانيه وقعت في الرحمات، وان شاء الله تو هاني نحللها وان شاء الله لا باس. المدير الجهوي للصحه بقبلي اكد وجود حاله وحيده مصابه بالمرض هذا في صفوف التلامذه، وانه تم اتخاذ الاجراءات اللازمه للحد من انتشار العدوى من خلال متابعه يوميه للتلامذه. فيما يتعلق بالوضعيه في منطقه الرحمات هي اكتشاف حالة من البوصفير ليباتيت A في المستشفى الجهوي بقبلي، والحالة عادية جدا معناتها، وقع ديكلاراسيون عليها وهبط الفريق الطبي وشبه الطبي معناتها لمنطقة الرحمات وبالتحديد المدرسة الابتدائية بالرحمات، وإن شاء الله تنشوفوا الأصل منين متأتي منها معناتها، يعني ندرا خارج المدرسة أو في داخل المدرسة. وللإشارة فإن داء الكبد الفيروسي صنف A بات يثير مخاوف الأولياء على أبنائهم خاصة في المؤسسات التربوية في المناطق الداخلية والجنوب.